ايوه بتعمل ايه هنا يا ابراهيم؟ والله لقيت نفسي قاعد من قاعد البيت مخنوق، قلت اجي هو نفسي هنا. بقول لك ايه يا ابراهيم، انا كده مش واثقه فيك وحاسه ان انت بتخوني. والله ولا بخونك ولا بعمل اي حاجه خالص. انت كذاب، انت شكلك بتخوني، والناس قالت لي انت بتخرج مع بنات. حرام عليكي ما تصدقيش كلام الناس. والله بقول لك ايه يا ابراهيم، لا لا انت في البيت، خد هدومك وامشي. حرام عليكي، انا مش قادر افرط فيك وما تسيب. ما يلزمنيش الكلام ده، ما تخلينيش اسيب البيت وامشي واسيب عيالي وامشي. امشي يا ابراهيم. الله يسامحك يا شيخ. يوسف، ياسمين، والنبي امك عايزه تمشيني من البيت، حاولوا تتصرفوا وتكلموها عشان تقعدني في وسطيكوا، عشان انا مش هنا عليها اسيبكوا وامشي. ماشي يا بابا، احنا هنستنى. ماشي يا حبايبي. ايه يا حبيبي؟ والنبي انت الحقيقة ماما عايزه تمشي بابا من البيت. ما تخافش يا حبيبي، يلا ادينا بسرعه بسرعه يا امي. انا لا اعتلي مشيت حياتي بابا. تزعلي جوزك ليه يا بنتي؟ يا ماما اسكتي يا ماما، مش هينفع اقول لك على اللي هو عمله. يا بنتي المسامح كريم يا بنت، عشان خاطر عيالك يا حبيبتي ما ينفعش الكلام ده. يا ماما اللي عمله ما يتكسرش يا ماما، ما يتكسرش. معلش يا حبيبتي، عشان خاطر يا حبيبتي. والنبي سامحيني يا ماما. السلام عليكم. والنبي يا موسى تسامحيني عشان خاطر امي وعشان خاطر العيال يا موسى. خلاص يا ابني. طب يا ابراهيم ما تعملش كده تاني. ربنا يبارك لي فيك يا رب.